صباح الخير على كل حضراتكم السيدات والسادة متابعينا ومشاهدينا في كل مكان في العالم، وأهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. حلقة جديدة بطبيعة الحال معناها مجموعة كبيرة من الأخبار الجديدة، موضوعات جديدة هنتناقش فيها مع كل حضراتكم، بالإضافة طبعا لمجموعة من الضيوف الجداد اللي هينوروا لنا حلقة النهاردة. صباح الفل عليكم وصباح الفل عليك يا نهى. صباح الهنا عليك يا كريم، صباح السعادة والتفاؤل يا رب كده دايما، والنصر ويعود الفريق الأول بإذن الله منتصر من النايجر. النهاردة طبعا معانا أخبار كتيرة خاصة بالفريق الأول وتفاصيل، وهيكون معانا مراسلنا العزيز كمان فاروق من النايجر ويحكي لنا كده كواليس هناك الأخبار كمان في التدريبات هتبدأ إمتى النهاردة. كل حاجة حابين حضراتكم تعرفوها إن شاء الله خلال البرنامج النهاردة هنعرضها. بس قبل ما نبدأ بقى، أنت كنت بتكلمني في موضوع مهم قوي عن الجديد في كوفيد 19 وهي أخبار بصراحة غير جيدة يعني. بعيد عني غير جيدة بالمرة. يعني إحنا بقالنا سنة تقريبا، قول نصف سنة قاعدين بنتكلم في الكورونا وامتى هنخلص من الكورونا ومستنيين اللحظه اللي يعلم من خلالها عن وجود لقاح. ظهر اللقاح، ابتدينا نقلق من اللقاح، لسه بقى بنفكر في موضوع اللقاح، قال لك ده في سلاله جديده اكثر انتشارا ونسبه اصابتها للناس 70% اعلى من الكوفيد اللي فاتت اللي هي لسه معانا اساسا يعني. فاهم ازاي؟ فايه بقى؟ انت شايفه ايه يا ست الناس؟ احنا قلنا هندخل 2021 يعني، وعندنا امال ان الموضوع ما ندخلش خلينا الصح ما ندخلش. لا بس انا فعلا تابعت شويه امبارح، يعني اعتقد كل التوك شوز في مصر بالليل المسائيه كانت بتتحدث فعلا عن هذا الموضوع، وفكره كمان ان الويف 2 كانوا دايما بيحذرونا منها، وزاره الصحه العالميه حذرت من ويف 2، لكن ما حدش كان عنده معلومه ان هو كمان هيبقى فيه سلاله جديده. القصه هنا دلوقتي اعتقد مش مطمئنه فعلا مع تزامن وجود دلوقتي الفاكسين، فكره ان يبقى فيه سلاله كمان جديده موضوع كده لسه في اسئله كتير بقى معلقه بدون اجابات. يعني مثلا هل الفاكسين اللي ان شاء الله احنا بصدد يعني ان يعلن بقى رسميا عن الناس تبتدي تاخده يعني الفتره اللي جايه، هل ده يعالج كمان السلاله الجديده المحوره، ولا احنا هنستنى بقى سنه كمان ولا هنبتدي على نظافه من اول وجديد، ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ ربنا يسترها علينا جميعا، ربنا يسترها فعلا يعني. طيب عموما بعيدا عن الكورونا، بغض النظر عن سلالتها، تعالوا بقى نبتدي معاكم كالعاده باخبار النادي الاهلي. امبارح بالليل وصلت بعثه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي الى نيامي عاصمه النيجر، طبعا استعدادا لمواجهه فريق سوني داب يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله في ذهاب دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا. بتضم البعثه 21 لاعب، هم محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، احمد رمضان، بيكهام، محمود وحيد، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، محمد شريف، ايمن اشرف، بدر بنون، اليو ديانج، صلاح محسن، علي معلول، احمد ياسر، ريان، اكرم توفيق، جيرالدو، محمد هاني، طاهر محمد طاهر، ومحمد شكري، وسعد سمير. طبعا بعثه النادي الاهلي غادرت مطار القاهره الدولي امبارح في 3 عصرا على متن طائره خاصه، واستغرقت الرحله الى نيامي عاصمه النيجر ما يقارب من 6 ساعات. كلام جميل. وخلينا نقول كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ ده مدير الكرة بالنادي ورئيس البعثة في النيجر كان حريص على متابعة جميع إجراءات الإقامة بعد وصول البعثة استعدادا للمباراة الأربع اللي جاي، وتابع عبد الحفيظ كمان إجراءات تسكين اللاعبين مع الجهاز الإداري وتوفير هنا كل سبل الراحة للفريق. كان كمان السفير نبيل لاميكي سفير مصر لدى النيجر كان حرص على استقبال البعثة فور وصولها للمطار هناك. لكن خليني كمان أقول لحضراتكم طبعا زي ما احنا متابعين ان كابتن سيد عبد الحفيظ هو كلف برئاسه البعثه بعد ما كان يا كريم استاذ محمد الضماطي كان ايجابي في فيروس كورونا، ربنا يشفيه. وكمان طبعا زي ما احنا عارفين كابتن قفشه ورامي ربيعه وعمرو السوليه وكمان 2 من الاداريين اصيبوا او كانت نتيجتهم ايجابيه، فان شاء الله يعني قريب نسمع كده ان هم النتيجه بقت سلبيه ويقومهم بالسلامه ان شاء الله. سهل الحال يا رب. كمان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي وجه الشكر الى الاستاذ عمرو الصحراوي المقيم في النيجر على المجهود الكبير الحقيقه اللي بذله مع بعثه النادي الاهلي وحرصه الكامل على التواصل والمتابعه من أجل إنهاء كل الترتيبات وتذليل كل العقبات والتنسيق المستمر معه منذ تأهل فريق سوني داب إلى دور 32 بدوري أبطال إفريقيا. وكمان حرص الصحراوي على التواجد في مطار ديوري هاماني من أجل متابعة كل الإجراءات الإدارية مع بعثة النادي الأهلي وتسهيل خروج البعثة والتحرك عبر وسائل التنقل التي تم حجزها لتكون تحت تصرف بعثة النادي الأهلي خلال وجودها في النيجر ولحين انتهاء مهمة الفريق. رائع جدا. خلينا بقى نروح للنيجر ومراسلنا هناك العزيز فاروق صلاح ونعرف منه تفاصيل كتيرة طبعا زي ما كنا بنقول في بداية الحلقة. فاروق في البداية بنصبح عليك انا وكريم، صباح الخير.
صباح الخير عليك يا نهاوند، صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير على كل جماهير النادي الاهلي. صباح العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، التاسعة صباحا بتوقيت النيجر. رائع جدا. بص يا فاروق، احنا عايزين كده يعني نحس ان احنا موجودين معاك، يعني قول لنا دلوقتي النظام الروتيني اللي هيمشي عليه الفريق، الفطار والغداء واول تدريب هيبقى الساعة كام، الجو اخباره ايه؟ حسب معلوماتي ان النيجر دلوقتي اعتقد فصل الصيف عندهم يعني يختلف تماما عن مصر، وفكرة كمان ان دي اول مرة مصر تشارك في فكرة البطولة او مشاركتها في البطولة الافريقية انها تكون في النيجر للاهلي، انا بتكلم مش مصر عفوا، النادي الاهلي تحديدا، فخلينا نعرف الكواليس منك، اتفضل. يعني خليني يعني اخد من نهايه كلامك يا نهاوند، بالفعل هي اول، مش هقول اول مشاركه، يعني النادي الاهلي منذ اول مشاركه ليجي عام 1976 في البطولات الافريقيه، دي اول زياره لفريق النادي الاهلي لدوله النيجر ومواجهه فريق سونديب في دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا، يعني على مدار 44 عام هو عمر مشاركه النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا او في البطولات الافريقيه، لم يزر النادي الاهلي دوله النيجر في اي مسابقه اي او اي مناسبه سابقه. يعني اقربكم الصوره اكتر ونتكلم بالتحديد على دوله النيجر، يعني هي دوله النيجر بيطلق عليها الدوله الحبيسه، بيحدها سبع دول من يعني بتتكلم من الشمال الجزائر وليبيا، ومن الجنوب نيجيريا وبنين، ومن الشرق تشاد، ومن الغرب بوركينا فاسو ومالي. المناخ طبعا يا نهاوند زي ما انت قلتي درجه الحراره حاليا في الوقت الحالي 35 درجه مئويه، ويوم المباراه يوم الاربع من المقدر ان درجه الحراره توصل ل 37، طقس هنا يعني مداري شديد الحراره طبعا، وجود الغابات الاستوائيه ويعني الجو والمناخ الافريقي المتعودين عليه. يعني برضو عايز اقرب الناس من اجواء النيجر، يعني قبل ما نتكلم على كواليس الفريق وبنتكلم على دوله النيجر، يعني هنتكلم على الدوله من حيث مساحتها، هي بتحتل المرتبه رقم 22 من حيث المساحه. دوله النيجر زي ما قلنا بيطلق عليها الدوله الحبيسه، بيخترقها طبعا نهر النيجر وسميت بهذا الاسم نسبه لنهر النيجر. اللغه الرسميه هنا طبعا هي اللغه الفرنسيه. تعتمد النيجر طبعا في اقتصادها على بشكل كبير جدا على الزراعه وايضا استخراج المعادن والخامات، واهمها خام اليورانيوم. العمله الرسميه هنا اللي بتعد هو الفرنك الغرب افريقي، والدولار الواحد بيعادل 540 فرنك في هنا في النيجر. نتكلم على فريق النادي الاهلي، بالفعل النادي الاهلي بالامس كان استقل الطائره في تمام الساعه 3 عصرا، رحله طيران زي ما قال كريم بالظبط استغرقت 6 ساعات، كان الوصول لمطار ديوري هماني، وبالمناسبه ديوري هماني يعني تم اطلاق اسم المطار على اسم اول رئيس تولى رئاسة دولة النيجر هو ديوري هماني. كان الوصول بعد 6 ساعات يعني في تمام الساعة 8:30 بتوقيت النيجر، كان في استقبال لبعثة فريق النادي الأهلي مسؤول السفارة المصرية ممثلة في معالي السفير نبيل مكي سفير جمهورية مصر العربية بدولة النيجر ومسؤولي السفارة المصرية وبعض أفراد الجالية المصرية. طبعا يا نهاوند زي ما انت قلت ان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي كلف بمهام رئيس البعثة، نظرا يعني لعدم او حضور الأستاذ محمد الضماط عضو مجلس الإدارة بعد ثبوت إيجابية مسحة الكورونا، إلى جانب اللاعبين رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة واثنين من إداري النادي الاهلي الكابتن ماهر عبد العزيز والكابتن رأفت ابراهيم. طبعا نتمنى لهم جميعا كل السلامه ويعودوا سريعا في اقرب وقت ممكن. مجهود كبير جدا كريم بالفعل بيبذله كابتن سعد عبد الحفيظ السفير نبيل مكي ومسؤول السفاره المصريه اللي موجودين معانا طول الوقت بيحاولوا يعني ييسروا كل الامور. سريعا يعني عقب وصول فريق النادي الاهلي لمطار ديوري هماني، الفريق استقل الحافله ثم التوجه الى مقر اقامه الفريق. الفندق اللي بتقيم فيه بعثه فريق النادي الاهلي بيبعد عن المطار ب 10 دقائق، واحد يعني الفنادق الراقيه ويعني اختيار موفق من قبل مسؤولي النادي الاهلي، وكان من القرارات الموفقه ايضا لمجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب هو الحضور على متن طائره خاصه، دي من القرارات المهمه لمجلس اداره النادي الاهلي. سريعا يعني كان تم تجهيز وجبه العشاء للاعبين، كابتن سعد عبد الحفيظ كان اخر واحد صعد لتناول وجبه العشاء ومن ثم ايضا الصعود الى الغرف. في الوقت اللي انا بكلمك فيه حالا يعني خلاص لعيب النادي الاهلي بيستعدوا لتناول وجبه الافطار، تكون يعني بالظبط في تمام الساعه 9
بتوقيت النيجر، العاشرة بتوقيت مصر. وجبة الغداء هتكون في تمام الساعة 1:30 ظهرا. أول تدريب للنادي الأهلي في النيجر هيكون اليوم في تمام الساعة 4:30 على استاد سيني كونيتشي أو الجنرال سيني كونيتشي. وبالمناسبة هو أحد يعني الرؤساء أو اللي تولى الحكم في دولة النيجر من عام 1974 ل 1987، واطلق اسمه على هذا الاستاد اللي تم افتتاحه عام 1989. وبالمناسبه هو الاستاد اللي هيستضيف احداث اللقاء، استاد بيتسع ل 35,000 متفرج. طبعا حاله اللاعبين، التركيز اللي عند لاعبي النادي الاهلي، تقدر تقول ان كل لاعبي النادي الاهلي خلاص قفلنا صفحه البطوله التاسعه والافراح الافريقيه، خلاص احنا بنبدا بطوله جديده، عندنا طموحات جديده. كان ليا كلام مع معالي السفير نبيل مكي اللي قال لي طبعا هو سعيد جدا بزياره النادي الاهلي وان دي اول زياره للنادي الاهلي. وبالمناسبه هو بيتولى يعني شؤون سفير مصر بدوله النيجر منذ ثلاث سنوات. رحب جدا ببعثه النادي الاهلي وقال ان كان التواصل المستمر على مدار اكثر من 10 ايام مع الاستاذ محمد الضماطي والكابتن سيد عبد الحفيظ في توفير كل الامور وتنسيق كافه الامور الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي. افراد الجاليه المصريه والعربيه هنا موجود، بعض الافراد الجاليه العربيه من لبنان ومن المغرب وتونس، الجميع هنا يؤازر ويساند النادي الاهلي، الجميع سعيد بحضور فريق النادي الاهلي. من النقاط المهمه ايضا النهارده تناول وسائل الاعلام في النيجر لحضور النادي الاهلي، ابرز من شتت قال بطل افريقيا في ضيافه دوله النيجر. الجميع طبعا بيتكلم على النادي الاهلي وان النادي الاهلي صاحب اخر تتويج بالبطوله الافريقيه عقب الفوز على نادي الزمالك في المباراه النهائيه بهدفين مقابل هدف. ان شاء الله تكون الظروف مهيئه، الاجواء مهيئه، ان شاء الله النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه في مباراه الذهاب، ومن ثم ان شاء الله نتيجه ايجابيه في مباراه الاياب، ومن ثم ايضا الصعود الى دور ال 16. موجود معاك يا كريم، موجود معاك يا نهاوند، لو في اي استفسار او اي تساؤل. ان شاء الله يا فاروق، احنا كمان بنتمنى الدعوه دي تحقق وترجعوا كده يعني ان شاء الله سالمين وكمان منتصرين. شكرا ليك زميلنا العزيز، وتغطيه اكيد اكثر من رائعه، واحنا مكملين مع حضراتكم تغطيتنا المستمره من خلال 10 الصبح في الاهلي او على قناه الاهلي لغايه بالليل، لغايه لما ان شاء الله كمان يوم الاربع يوم المباراه باذن الله. ان شاء الله. طبعا في شخصيات بتكون دايما حاضره وليها دور في منتهى الاهميه مع فريق النادي الاهلي، خصوصا كما هو الحال في مباراه النيجر ان شاء الله، خصوصا طبعا في كل المباريات الخارجيه بشكل عام. هنتكلم معاكم عن الشيف محمد الدالي، الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي، قرر انه يصطحب معاه الشيف محمد الدالي في رحله الفريق الى النيجر لمواجهه سوني ديب. طبعا ضم الدالي الى بعثه الفريق ده تم لاعداد الوجبات وفقا للبرنامج الغذائي اللي بيسير عليه كل اللاعبين خصوصا في المباريات الخارجيه، وبصفه خاصه اللي ما تبقيش فاهمه لها مطبخ معين، مش فاهمه لها اكلات بعينها، يعني بيبقى دوره في منتهى الاهميه، او بتبقى مختلفه عن اكلاتنا، فبيبقى فيه يمكن صعوبه ان اللاعبين ياكلوا الاكل المطلوب مثلا، فدي بتبقى خطوه يعني اعتقد برضو كومن او يعني بس بقى نوعد بقى بس بقى نوعد تعلم الانجليزيه في ثلاث حلقات يا ابني، برنامج عالمي يا ابني، برنامج عالمي قلنا. طيب كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا زي ما كنا متابعين مع دكتور محمود كان بيقول لنا ان يوم 21/12 اول بقى يوم في فصل الشتاء، والهيئه العامه للارصاد الجويه كمان كشفت عن النهارده الطقس هيكون ازاي وبكره. بس خلينا كده نعرف احنا معانا الفيديو جراف ولا لا يا جماعه؟ طيب خلينا نروح نتاب يلا. طيب بما ان هو بدايه فصل الشتاء فاكيد مش هنكتفي بس ان احنا نعرض درجات الحراره، مهم كمان نطمن النهارده والايام اللي جايه من دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. يا دكتور محمود صباح الخير في البدايه، وهنقول كل سنه وحضرتك طيب بقى فصل الشتاء. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل المشاهدين وكل مشاهدي قناه الاهلي. طبعا احنا بدايه فصل الشتاء فعلا جغرافيا النهارده، اختبر معانا 3 شهور، 21 مارس تبدا فصل الربيع، ولكن الحمد لله الشتاء بادئ معانا باستقرار في الاحوال الجويه على اغلب الانحاء. الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره خلال هذه الفتره نتيجه الاستقرار الشديد في الاحوال الجويه، وبيتاثر بها معظم محافظات شمال البلاد سواء القاهره، محافظات الوجه البحري، السواحل الشماليه،
مدن القناة وسط سيناء شمال الصعيد. كل هذه المناطق على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق السريعة بتشهد انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية بسبب تكون الشبورة المائية. فطبعا بننصح السادة المواطنين اللي ما بتضطروش الظروف انه يخرج بدري في اثناء تكون الشبورة يحاول يأخر مشاويره شوية بعد الساعة 7 8 صباحا لما تبدأ الرؤية تتحسن تدريجيا. والله يا دكتور يا ريت احنا من الناس اللي لازم يعني مكتوب علينا بس فعلا بتتكلم عننا تحديدا يا فندم. النهارده فعلا كان في شبوره جامده جدا وانا جايه الشغل فعلا ده تقريبا كان حدود 7 وشويه طبعا يعني بيبقى فعلا الشبوره كثيفه فمعلش نحاول بقى لازم غصب عنه يخرج بدري يحاول يبدر شويه عشان السواقه تبقى على قد ما نقدر نكون مهدين السواقه خالص. والناس اللي بتضطرهم الظروف ان هم يسافروا او اللي بيشتغلوا في النقل الجماعي برضو لازم يراعوا التفصيله دي خصوصا لما يكونوا مسافرين الصبح بدري. خصوصا قائد الميكروباصات يعني بصراحه احنا المشاكل واللي بنسمع عنه دايما والكوارث اللي بنشوفها في حوادث الطرق بتبقى بسبب سرعه سائق الميكروباصات عشان يلحق الدور اللي بعديه واللي بعديه. صحيح. للاسف بيحصد ارواح كتير جدا من المواطنين يعني. صحيح كلام محترم. ربنا يسترها ويسلمها للجميع ان شاء الله. ولو نعرف من حضرتك بقى يعني امكانيه سقوط امطار لو النهارده او اليومين اللي جايين. اتفضل يا دكتور. هو الحمد لله الايام دي فرص الامطار طبعا موجوده على السواحل مفيش كلام وشمال الدلتا البحيره يعني بلطيم رشيد هذه الاماكن معرضه لسقوط امطار ولكنها امطار خفيفه على مناطق متفرقه وعلى اوقات متفاوته. فرص خفيفه للامطار طبيعيه جدا في فصل الشتاء او في نهايه فصل الخريف الايام اللي فاتت ده ظاهره طبيعيه ولكنها غير مؤثره الحمد لله على كافه الطرق وعلى كافه الانشطه اليوميه. رائع جدا. فالحمد لله الاجواء مستقره ودرجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه خلال فترات الحر. الطقس عاده بيميل للدفء في ذروه اليوم على الساعه 12 1 2 الظهر ولكن مجرد ما بتبدا تغيب اشعه الشمس ويقترب المغرب بتبدا درجات الحراره الانخفاض السريع وبنلاقي فارق بين العظمى والصغرى احيانا بيصل الى 10 درجات مئويه. فالالتزام بارتداء الملابس الشتويه الفتره اللي جايه شيء ضروري جدا خصوصا اللي بيبقوا متواجدين خارج المنازل في الساعات المتاخره من الليل او اللي بيطلع الصبح بدري. رائع جدا بنشكر حضرتك واكيد متابعين برضو ان شاء الله الاسبوع الجاي نكلم حضرتك دكتور محمود ونعرف برضو كده ونطمن على حاله الطقس. شكرا لحضرتك جدا. طالما في فرصه لسقوط امطار خفيفه ومتوسطه ايوه يبقى نطلع فاصل. ماشي. دورنا ان احنا نكون معاهم في كل مكان. المره دي بقى هنروح لمسيره اسمها مسيره مصر اقيمت تحديدا في منطقه الاهرامات شارك فيها رياضيين كتير جدا من ذوي الهمم بجانب كان في وزراء وكان في مسؤولين والمسيره هدفها هنا تسليط الضوء على اهميه دعم ذوي الهمم وتوسيع مشاركتهم في كل نواحي الحياه واكيد طبعا مساعدتهم على ممارسه الرياضه والمشاركه في مختلف الانشطه. خلينا نروح نتابع ونرجع نكمل. نعمل التجربه حقيقيه لانه كمان كان هيعمل في القطب الشمالي اللي هيوصلها العالم كله مع الأهرام المصرية بس النهاردة يعني عشان كوفيد عملناها في مصر والحمد لله دي رسالة تانية بنقولها للعالم كله. احنا مع كل إجراءاتنا الاحترازية بنعمل الأنشطة بتاعتنا. كمان احنا إبان استضافة 32 دولة من العالم الشهر الجاي لبطولة العالم لكرة اليد واللي بتستعد ليها مصر بشكل يعني كبير جدا من سنتين. إن شاء الله تكون بخير ونقوم باستضافة الحدث زي ما النهاردة حضراتكم شايفين وإحنا منطقة الأهرام بهذا السيت اب الكبير. طبعا أنا مبسوطة وفخورة جدا في أننا في الإيفنت ده. أنا بقول إن طبعا المسيرة ليها أهداف كتير. طبعا أنا قلتها طبعا إن هي من أهدافها إن هي تخلي بتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة وإن يكون عندهم حرة استقلالية وإن هم بيعتمدوا على نفسهم. إن إحنا معانا 50 واحد رياضي من قدرونا باختلاف وكمان معانا مايكل حداد اللي هو محترف رياضي في رياضات التحمل
وكمان زي في النوايا الحسنه للدول العربيه بالامم المتحده الانمائي، وطبعا اللي بتعملها الاتحاد الرياضي المصري للعلاقات الذهنيه، وكمان وكمان برنامج الامم المتحده الانمائي في مصر طبعا تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه، وكمان وزاره السياحه والاثار. طبعا انا مبسوطه بهذه الايفنت ده، انا شايفه إن الاهداف دي لازم تكون موجوده، وان لازم يكون في ادماج لذوي الاشخاص ذوي الاعاقه، وان لازم يكون موجود في حاجه زي كده ان هي التكنولوجيا المساعده المناسبه ليهم، عشان انا شايفه كمان برضو لازم ان ومبسوطه بالحكومه المصريه ان هي قادره ان هي تكون موجوده، وان هي تكون وان هي مهتمه جدا بذوي الاعاقه. اكثر من 15% من عدد السكان بالشرق الاوسط ببلداننا العربيه بعانوا من اعاقه. اليوم اهم خطوه عم نعملها من مصر من ام الدنيا انه عم نوصل مساج كثير قوي، هاي الفئه من العالم بدها ترجع تنخرط بالمجتمع، وبدها تكون مش عائق على المجتمع، اشخاص بنائين للمجتمع. اهم رساله عم نطلعها اليوم انه اليوم نحن بعصر التكنولوجيا، اليوم نحن فينا نعمل، اليوم كل هالاشخاص اللي موجودين بمصر بالعالم العربي وبالعالم كله لازم تنهض، ولازم تكون بنائه، ولازم نطلع عليها. نحن عرفنا انه كوفيد 19 او جائحه كورونا اثرت على هذه الفئه اكثر من غيرها، بس بهالخطوه عم نعملها بدنا نذكر انه هالفئه من الاشخاص هي فئه كثير مهمه للاقتصاد. اليوم نهار كثير مهم لانه مصر عم تضوي على هذا الموضوع، ومن مصر عم تطلق رساله كثير قويه للعالم العربي وللعالم كله، الانسان هو الاساس. بحيي أولادنا وبناتنا وأخواتنا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وبقول لهم نحن معكم أينما كنتم، ونحن بنتعهد إن احنا نقدم لكم كل دعم ومساندة. النهاردة هي مجرد رسالة، مش هو ده التدخل اللي احنا بنعتمد عليه فقط، لكن هي رسالة دعم لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة. احنا النهاردة وزارات التضامن الاجتماعي ومعها طبعا اول حاجة الشباب والتضامن الاجتماعي، السياحة مع هيئات امم متحدة، برنامج الامم المتحدة الانمائي، منظمة الصحة العالمية، معنا مجتمع مدني، معنا متطوعين، معنا جماعة داعمين لقضية الاعاقة. فالحقيقة هي شراكة جميلة، وشراكة لازم يجب ان تكون، لانها واجبة علينا جميعا. لن تتحقق ولن تنجز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من طرف واحد، وإنما بتجمعنا مع بعض كلنا بهدف واحد، هو دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاملتهم كمتساوون. نحن جينا لحتى نوصل رسالة بسيطة جداً، يلي هي إنه إدماج الناس ذوي الإعاقة عبر التكنولوجيا. واللي حصل مثل ثورة صغيرة، يلي كل هالناس يلي مشوا معنا من أصحاب إعاقات معوقات مختلفة إجوا مشوا مع مايكل حداد، شخص على صغر عمل حادث وعنده فقد الإحساس من الصدر نزول، وهلأ في دراسات لحتى تساعده أنه يحضروا له أجهزة ليقدر يمشي. وبالتالي لأنه نحن وقت نمشي بنمشي من ظهرنا، من السنسلة الظهري spinal cord والnervous system، بس هو هود الاشياء اللي نحن بناخدها بشكل اوتوماتيكي ما عنده اياهم لانه مشلول، بالتالي بده يشغل دماغه مع العضلات of course. بس هي مش موضوع فقط العضلات، هي موضوع الدماغ مع العضلات، مع المسافة، مع وين بده يحط اجره، مع كيف بده يعمل التوازن وكل الامور. مشان هيك التكنولوجيا كتير بتسهل اشياء معقدة، يلي ناس بيقولوا لك تمشي بقى كل حياتك، بس أحو مشي. لأول مرة كل ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة متجمعين في صورة بوجود وزيرة التضامن عند الهرم. انت عندك كل الإعاقات النهاردة، حتى في إعاقات لأول مرة بيقوا مع بعض، زي الشلل الدماغي، زي مصابي أو ناجين من الحروق، الإعاقات الذهنية بجميع أشكالها، توحد فكري، داون سيندروم، ذوي الإعاقة السمعية. فالحقيقة يعني هي رسالة للمجتمع للدمج طبعا مع الأشخاص من غير ذوي الإعاقة. فالحقيقة يعني أنا يعني بصي الجو
وكده، تحسي انك يعني يمكن عشان كده عماله اقول تحيا مصر وبلادي وبتاع، انا حاسه قوي ان انا فخوره ان انا من البلد دي. شفنا مع حضراتكم هذا التقرير، والحقيقه حاجه في منتهى الانسانيه وفي منتهى الرحمه، شيء محترم جدا. وبرضه الحقيقه يعني شكر واجب ابتداء من رئاسه الجمهوريه والسيد رئيس الجمهوريه، مرورا بوزاره الشباب والرياضه، وانتهاء بكل الجهات. نفس القدر من الاهتمام والاحترام في الشوارع بقى. أنا بتفق معاك 100%، وده هيخليني أروح لنقطة إن إحنا كلنا عارفين، وده يعني معلومة أكيدة، إن فكرة هنا الأبناء هم انعكاس لثقافة أهاليهم أو الآباء، والدولة انعكاس برضو لثقافة شعبها. ففكرة إن الدولة تاخد خطوات تجاه ملف معين ويبدأ أو بتبدأ، مش هقول تفرضه على الثقافة إن هي تغيرها، بس إن هي تهتم بيها وتبروزها، ده بينعكس على الشعب بعد كده، بيبتدي المجتمع ينظر لهذا الملف بشكل مختلف. زي زمان لو تفتكر، معلش أنا هروح لموضوع مختلف شوية بس لأن هو مثال برضو على هذا الموضوع، فكرة الكوتا اللي كانت في مجلس الشعب خاصة بالمرأة أو الشباب حتى، فهذه الفئة ربما ما كانتش واخدة الاهتمام يعني المطلوب وقتها. فلما كان في الكوتا ابتدت الدولة، لا احنا يعني إلى حد ما بالكوتا أو بفكرة هنا فرض برضو هذه الثقافة على المجتمع، كان ليها سبيل كبير إن بعد كده المجتمع فكره تغير وابتدى يتقبل ده، ومش بس بيتقبله إن هو مفروض عليه، لا ابتدى يتقبله لأن ثقافته اتغيرت. فبالتالي هنا بنتكلم هذه الفئة ربما في السنوات الماضية كنا عارفين إن هي موجودة، لكن كنا بنلاقي تنمر في المدارس لأن حتى ثقافة الأهالي كانت مش بالشكل المطلوب. دلوقتي لما الدولة تاخد خطوات زي كده وتبتدي تتكلم إن الفئة دي لا، دي مش فئة بس كده مهمشة موجودة، دي فيها فئة ليها كل الحقوق والواجبات المفروضة على أي مواطن سليم، فبتبتدي أنت في المدارس الثقافة تتغير، في البيوت، في الدراما، في السينما، في حياتك اليومية. إحنا شفنا يا كريم لما كنا بنستضيف أبطال من الأقزام، حتى هم كانوا بيتحدثوا إن زمان كانوا بيخافوا يخرجوا من بيوتهم، بس دلوقتي الموضوع أصبح مختلف لأن أصبحت في ثقافة إلى حد كبير مختلفة. فأعتقد إحنا كده ماشيين في طريق محترم جدا، يا رب نكمل على كده، ويا رب كمان هذه الفئة تاخد حقها أكتر وأكتر، رغم إن هم دلوقتي فعلا ابتدوا حياتهم تختلف بشكل كبير. ونرجع نقول معلش مش إحنا هنكون عليهم والزمن، يعني خلينا يبقى في رحمة ما بيننا، دي حاجة جميلة جدا. والناس دي كمان في منهم رياضيين كتير يعني وأبطال فعلا وميداليات وكؤوس وبطولات. صحيح. وبعدين كمان عايزين بقى يعني نفسي جدا ان احنا نوصل في النهايه الى ان احنا نبطل نندهش قوي او نتندر قوي على ان في الغرب اصحاب الهمم واخدين وضعهم واخدين حقوقهم كامله، وخصوصا مجتمعيا كمان، وخصوصا في التحركات، في التنقلات، في وسائل النقل الجماعي. صح. يعني في كل ما عايزين نوصل كمان للمرحلة دي. صح. عشان نبطل بقى نبدي اندهاش ان ده بيحصل في الغرب وما يحصلش في جوه احنا عندنا ليه. صح. ده احنا حتى ديننا امرنا بكده. فيعني ان شاء الله قريب ده يتم على ارض الواقع ان شاء الله. تعالوا بقى نروح مع كل حضراتكم دلوقتي الى مقر النادي الاهلي في الجزيرة مع مراسلنا وزميلنا العزيز مينا ماهر، نعرف من خلال لقائنا بيه اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي. صباح الفل عليك يا مينا وسامعينك، اتفضل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي، ومعاكم من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني زي ما احنا متعودين عايز انقل لكم كواليس وأخبار مش بس مقر النادي الجزيرة، ولكن في جميع فروع النادي الأهلي، إن كان في مدينة نصر أو بالشيخ زايد. في بداية كلامي حابب أأكد على أعضاء النادي بجميع فروع النادي الأهلي، يعني يمكن وانتوا جايين النادي الأهلي كان يكون في حرص تام على ارتداء الكمامات، أمن النادي مفيش استهتار ولا تخاذل في احترام جميع الإجراءات الاحترازية. يعني يمكن من فترة دخول بوابة النادي وبعد كده المرور على بوابة التطهير والتعقيم، كل ده الأمن مركز تركيز كبير جداً، يعني فبنشيد كمان بجهود الأمن، وياريت كمان جميع الأعضاء ياخدوا بالهم كويس جدا عشان نتجنب فيروس كورونا، وإن شاء الله ربنا يا رب يبعد الأذى عن كل الناس.
نروح بقى لاخبار الطقس والحاله المريه. يعني يمكن درجه الحراره في النادي حوالي 14، لكن على مدار اليوم درجه الحراره توصل يعني من 21 ل 23، ولكن ده ما منعش كبار السن بالنادي الاهلي هنا ان هم يمارسوا رياضاتهم المختلفه، وبالاخص في مجمع حمامات السباحه. فيعني الجو في النادي جميل وملائم لجميع التدريبات. بالنسبة للحالة المرية، يعني طريق المعتاد من هليوبلس، صلاح سالم، كوبري 6 أكتوبر، مع أن النهاردة يوم الاثنين، ولكن بصراحة كان في سيولة مرية كبيرة جدا. طريقي ما خدش حوالي من 19 ل 21 دقيقة. نروح بقى للأخبار والفرق المختلفة الرياضية المختلفة في النادي. يعني يمكن تدريبات السباحة بدأت حوالي الساعة 5 الفجر، انتهت منذ حوالي نصف ساعة لجميع الأعمار استعدادا للموسم الجديد. معايا بقى سلسلة من الانتصارات لجميع الفرق والأعمار في النادي الأهلي. عايز أبدأ معاكم بشباب يد الأهلي 2004، حققوا فوز على مصر للبترول بنتيجة 41 ل 32 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. وأيضا شباب سلة الأهلي 14 سنة، حققوا فوز على نادي المعادي بنتيجة 43 مقابل 19، وده أيضا ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. شباب سلة الأهلي 20 سنة، حققوا فوز كبير جدا على نادي النصر بنتيجة 51 مقابل 27 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. نروح بقى لفريق فرق السيدات وبنات النادي الأهلي. يعني يمكن نبدأ البداية بنات يد الأهلي مواليد 2002، فازوا على فريق سبورتينج بنتيجة 27 مقابل 26، ودي في منافسات بطولة الجمهورية. وأيضا سيدات يد الأهلي حققوا فوز على نادي الشمس بنتيجة 26 مقابل 23، وده أيضا في بطولة الدوري المصري. وطائرة النادي الأهلي بنات 18 سنة فازوا على وادي دجلة بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط ضمن منافسات أيضا منطقة القاهرة. وأخيرا في طائرة الأهلي بنات الأهلي 16 سنة فازوا على فريق المقاولون بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء ضمن منافسات أيضا منطقة القاهرة. نروح بقى لفريق السلة للسيدات وبنات النادي الأهلي. يعني يمكن ناشئات الأهلي 16 سنة حققوا فوز على فريق سموحة بنتيجة 88 مقابل 85. بصراحة كانت مباراة قوية جدا جدا من الفرقتين، ولكن قدروا بنات الأهلي أن هم يفوزوا في المباراة، ودي طبعا ضمن فعاليات دوري المرتبط. اخيرا وليس اخيرا، سيدات الاهلي زي ما عودونا يعني على التفوق دائما والاكتساح، حققوا فوز كبير جدا على فريق سموحه بنتيجه 100 مقابل 48 ضمن منافسات نصف نهائي دوري المرتبط. وبالنتيجه دي هيكون فريق سيدات الاهلي محتاج انه يفوز في مباراه واحده، زي ما احنا عارفين هي بتتلعب بنظام بيست اوف 3، فهيكون محتاجين ان هم يفوزوا في مباراه واحده ليتاهلوا لنهائي بطوله دوري المرتبط. بتمنى التوفيق لكل فرق النادي الأهلي، بتمنى التوفيق للفريق الأول لكرة القدم طبعا في البطولة الأفريقية. يعني لو في أي استفسارات أو أسئلة على مدار البرنامج أنا معاكم، عودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. مفيش أي حاجة غير إن احنا بنتوجه ليك بكل الشكر. زميلنا العزيز مينا ماهر مراسل قناة النادي الأهلي، صباح الفل عليك وبنشكرك شكرا جزيلا. من أخبار النادي الأهلي إلى عالم الصحافة والمواقع الإخبارية. أيوة النهاردة كمان، بس قبل ما نبدأ عالم الصحافة احنا عايزين نقول احنا معانا اثنين من المراسلين العزاز جدا يعني عليا أنا وكريم، وبنحب كمان نتفائل بيهم الصبح بصراحة في 10 الصبح في الأهلي، سواء الزميل العزيز مينا ماهر أو الزميلة العزيزة مريم سميح اللي هي معانا دلوقتي، وهتطلعنا بقى على اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع الاخباريه المختلفه. ويمكن انا عايزه اركز معاكي برضو يا مريم لو تسمحي لي على الرساله اللي وجهها محمد صلاح لبيج رامي، وهنا بنتكلم عن يعني لما بطلين بيهنوا بعض او بيتواصلوا مصريين، دي حاجه اعتقد برضو بتكون مهمه، وناس كتيره جدا كانت مبسوطه ان ده حصل من النجم المصري الكبير محمد صلاح. اتفضلي يا مريم. في البداية بصبح عليك أنا هواند، وبصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بشكرك طبعا جدا على كلامك، يعني أنتوا كمان بالنسبة لنا عزاز جدا على قلبنا، وإذا كان إحنا بنقدم يعني محتوى جيد فده طبعا منكم ومن كل القائمين على 10 الصبح في الأهلي وكمان قناة الأهلي. بس قبل ما أبدأ معاكي طبعا هيكون معانا خبر تهنئة محمد صلاح لبيج رامي، ولكن في البداية عايزة أقول إنه من الطبيعي إن إحنا كنا في بداية البحث عن العناوين الصحفية والمانشيتات في
مختلف المواقع المحلية والعربية والعالمية. كان من الطبيعي ان احنا نبحث عن الاهلي وبعثة الاهلي، ولكن الحقيقة عايزة اقول يعني نقطة اثارت اهتمام ناس كتير جدا، نقطة لفتت نظري انا شخصيا، ان كانت كل الاخبار نقلا عن قناة النادي الاهلي، وطبعا نقلا عن مراسلنا العزيز فاروق صلاح المتواجد في النيجر حاليا، واللي نقل كل اخبار ولم يبخل علينا باي معلومات، بدءا طبعا من وصول البعثة الى النيجر، وكمان مرورا بتسكين اللاعبين وانتهاءا او يعني الاستعدادات النهائية للمباراة التي ستقام بعد غد الاربعاء. فكنت عايزة اقول ان جميع الاخبار كانت نقلا عن قناتنا الكبيرة قناة الاهلي. ننتقل إلى عناويننا الصحفية، والبداية من موقع القاهرة 24. اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة منتخب الكرة النسائية أمام لبنان. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن يعني المكان أو ملعب المباراة التي ستقام فيها منتخب مصر للكرة النسائية دون العشرين عام مع منتخب لبنان في أولى اللقاءات الودية الدولية لمنتخبنا الوطني ضمن الاستعدادات لتصفيات الأمم الأفريقية وكمان كأس العالم. تم تحديد استاد اتحاد الشرطة الرياضي العباسية لإقامة المباراة الأولى في الساعة الواحدة ظهرا بعد غد الأربعاء الموافق 23 من ديسمبر الجاري، وكمان هيقام المباراة الثانية على ملعب بترو سبورت يوم السبت المقبل. عايزين نقول كمان أنه وصل المنتخب أو سيصل المنتخب اللبناني مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 8 مساء في بعثة يعني أغلب أفرادها يبلغون 32 فرد، 25 لاعبة وسبعة من الجهاز الفني. كمان أضاف التقرير أنه جدير بالذكر أن منتخب لبنان حقق الفوز ببطولة غرب أسيا التي أقيمت بالبحرين في يناير 2020، حيث فاز على منتخب البحرين 3-0 وعلى منتخب فلسطين 4-2 وعلى منتخب العراق 4-0. من سكاي نيوز عربية، وبخصوص طبعا تهنئة النجم المصري محمد صلاح، يعني عايزين نقول ان قامات مصرية بيهنوا بعض رافعين راسنا عليا طبعا كأبطال مصريين محمد رغم المشكلات، رسالة فورية من صلاح الى بجرامي. طبعا عايزين نقول يعني انه التقرير في سكاي نيوز عربية قال انه النجم محمد صلاح مش بيعيش يعني افضل اوقاته، ولكن رغم كل الاوقات والمشكلات والمناوشات اللي بينه وبين يورجن كلوب الا انه منسيش او لم ينسى انه هو يعني يتذكر تهنئة البطل المصري بيج رامي واللي حصل على البطولة العالمية في كمال الأجسام مستر أوليمبيا. كتب صلاح عبر حسابه على تويتر التهنئة لرامي السبيعي الشهير ببيج رامي، كتب ألف مبروك للبطل المصري رامي السبيعي حصوله على بطولة مستر أوليمبيا 2020. عايزين نقول إن البطولة أقيمت في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في الفترة من 17 وحتى 20 ديسمبر الجاري. ومن بي بي سي سبورت، ريال مدريد في القمة بعد الفوز على إيبار. وصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته في الليجا بعد الفوز على إيبار مساء أمس الأحد بنتيجة 3-1 في إطار منافسات الجولة الـ14 20 نقطة في وصافة الجدول، فيما تجمد رصيد إيمار عند 15 نقطة في المركز الـ14. وأخيرا من موقع جول، أنها تقترب، ريال مدريد يبدأ التواصل مع ممثلي محمد صلاح. الحقيقة أن أغلب العناوين الصحفية في الصحف العالمية تناولت أن صلاح بيقترب جدا من الانضمام إلى صفوف النادي الملكي بعد المناوشات اللي حصلت ما بينه وما بين يورجن كلوب واحتمالية رحيله عن ليفربول. كمان كشفت الديفانسا سنترال الإسبانية أن ريال مدريد قد بدأ بالفعل التواصل مع ممثلي محمد صلاح من أجل مناقشة انضمام النجم المصري ولاعب ليفربول إلى صفوف النادي الملكي زي ما قلنا في أول التقرير. كمان يعني صلاح كان أجرى مقابلة أو انترفيو مع آس الإسبانية، كان اتكلم عن مستقبله وعن علاقته مع يورجن كلوب، ولم يغلق الباب أنه هو ممكن ينضم إلى صفوف ريال مدريد أو برشلونة، ولكن تحديدا ريال مدريد. كمان أضافت الديفانسا سنترال أن في يعني مصدر مقرب جدا من محمد صلاح قال أنه في يعني اتصالات جدية مع وكيل محمد صلاح رامي عباس، اللي رغم أنه هو قبل عدة أشهر أعلن أنه ما فيش أي اتصال مع ريال مدريد أو من قبل ريال مدريد مع محمد صلاح، ولكن بات هذا الاتفاق قريبا جدا في الوقت الحالي بعد كل المناوشات اللي حصلت مع يورجن كلوب ومحمد صلاح، وأنه هو غير راضي عن تواجده حاليا في صفوف ليفربول.
قبل نهاية الجولة الصحفية طبعا عايزين نفكر مشاهدينا بمباريات اليوم في الدوري المصري، البنك الأهلي والإنتاج الحربي في تمام الساعة 2:30 ظهرا، والجونة والإسماعيلي في تمام الساعة 5 مساء، كمان المصري وأسوان في الساعة 7:30 مساء. أما بالنسبة للدوري الإنجليزي بيرنلي وولفرهامبتون في تمام الساعة 7:30 مساء، وتشيلسي وست هام يونايتد في تمام الساعة 10 مساء. دي كانت جولة من داخل مقر القاهرة 24 في أبرز العناوين الصحفية. بشكركم جدا العودة للاستوديو مرة أخرى. طيب تعالوا بقى نفتكر مع حضراتكم ذكريات حلوة وأيام حلوة وبطولات حلوة جدا مرت على النادي الأهلي وعلى جماهيره العريضة. هنروح معاكم لنوستالجيا الأهلي زي النهاردة يوم 21 ديسمبر، ولكن من العام 2001 توج النادي الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الثالثة في تاريخه. فاز على سان داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-0 بعد التعادل ذهابا 1-1 في جنوب إفريقيا. أحرز هدف الأهلي في مباراة الذهاب كابتن سيد عبد الحفيظ، وكمان أحرز أهداف النادي الأهلي في مباراة الإياب خالد بيبو لأن هو كان هاتريك في هذه المباراة وأحرز 3 أهداف. طبعا فاز الأهلي بالبطولة 9 مرات في أعوام 1982 87 2001 2005 2006 2008 2012 2013، وأخيرا وإن شاء الله ليس أخيرا 2020. احنا يمكن امبارح مع استاذ محمد صادق اتكلمنا عن الماتش ده تحديدا وعن اجوال كابتن خالد بيبو، بس خلينا بقى نروح نتابع التقرير ده، وبعد ما هنتابعه هنروح فاصل، وبعد كده هنكون مع حضراتكم انا وكريم واولى يعني فقراتنا بقى الحواريه. اتفضل. في ماتش 6-1 كان بيبو وبشير بيبو والجول، يعني الماتش الزمالك 6-1، ماتش الزمالك بتاع 6-1 طبعا خالد بيبو علامه من علامات الكره المصريه بالذات بالنسبه للنادي الاهلي. احلى خالد بيبو، وبيبو بيدور لبلال مره ثانيه ومضغوط على بلال، والهدف الثالث والهدف الثالث. الله الله الله. 6-1 ساعه الزمالك اللعيب ما يتنسيش طبعا، عمل تاريخ للاهلي بالذات التفوق 6-1 على الزمالك. مباراه الزمالك مع الاهلي 6-1 كان اخطر مهاجم في الاهلي، وكان الاهداف اللي جايبها انا فاكر له بتاع 6-1 بتاع نادي الزمالك. 1-1 بيبو وبشير. طبعا احسن اهداف ليه كانت في ماتش 6-1 بيبو وبشير اكيد. طبعا كابتن خالد بيبو من اشهر وامهر لاعيبه مصر والنادي الاهلي، واكتر ماتش فاكره له ماتش 6-1 مع الزمالك. وماشي خالد بيبو ارضيه وفاروق وبيبو والهدف الثالث. يخرب عقلك يا راجل. طبعا صور هاتريك ومباراة سان داونز. طبعا كابتن خالد بيبو ده يعني كان احرف لعيب في مصر الوقت ده. في هدف تاني اللي هو بتاع سان داونز، الهدف ده كان كويس جدا يعني. كابتن خالد بيبو يعني من المهاجمين المحترمين يعني المعلمين في تاريخ الاهلي. ماتش سان داونز الهدف اللي خده من نص الملعب وقطع بيه وراح للجول ورقص المدافع الثابته ولعبها في البعيد. ماتش السوبر الافريقي بكايزر تشيفز برضه كان اهداف جميله جدا يعني. خالد بيبو يعني حاجه جميله جدا صراحه، في اهداف مميزه جدا يعني. والله انا راجل زملكاوي، بس الكابتن بيبو راجل محترم ولاعب كبير ولاعب مهم، واحترامه وادبه خليك انت برضه راجل زملكاوي بتشجعه وبتحبه، ومحدش طبعا ينسى ماتش 6-1، ودي كوره وممنوع التعصب، وانا زملكاوي بحب الكابتن خالد وكلنا يعني واحد، اهم حاجه الكوره الحلوه واللعبه الحلوه والاحترام. ده راجل محترم وعلى دماغه. اللاعب كبير نجم قدير محترم على المستوى الرائع، افضل اهداف لي مع ان انا زملكاوي بس عندي روح رياضيه. 3 اهداف لي بتوع كايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا سنه 2001، وال4 اهداف طبعا في الزمالك في اللقاء الشهير بتاع 6-1، ولي هدفين في الاسماعيلي ما يتنسوش طبعا، شفتهم كنت متابع ليهم يعني رغم صغر سني. أيام قليلة مرت على تتويج فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي تحت 15 سنة بلقب بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات لموسم 2020-2021، وهو استكمال لمسيرة القلعة الحمراء في مختلف الألعاب والبطولات. تنس الطاولة في النادي الأهلي ليس مجرد لعبة، بل هو مصنع للأبطال، وهو ما رأيناه في تتويج ناشئي تنس الطاولة ببطولة الجمهورية، وهم مؤمن صلاح وياسين ياسر وحسين وائل. ونفس الأمر مع ناشئات الأهلي في البطولة، وهن هنا جودة، جنى وجيه، ومريم حسين.
وعندما نتحدث عن إنجازات الأهلي في اللعبة فلابد أن نتحدث عن أبطال الجهاز الفني الذي يقوده أشرف عبد الفتاح المدير الفني وفتحي عبده مدير قطاع الناشئين والناشئات. وضيفون اليوم الكابتن فتحي عبده والذي مثل مصر في تنس الطاولة منذ سن 15، وعقب اعتزاله اتجه للتدريب وحصل على العديد من البطولات العربية والقارية، كما حصد عدة أوسمة حتى تولى منصب مدير قطاع الناشئين والناشئات منذ 12 عاما ليواصل حصد البطولات لاعبا ومدربا. الحقيقة تنس الطاولة من الرياضات الجميلة جدا، وطبعا أكيد زي ما تابعنا مع حضراتكم من خلال هذا التقرير وأكيد خدنا فكرة كافية أن هي كمان من الرياضات اللي الحقيقة لاعبي ولاعبات النادي الأهلي عاملين فيها شغل زي الفل والكثير من البطولات والكثير من النجاحات. هنتكلم بالتفصيل عن هذه الرياضة لأن احنا معانا بالفعل منورنا في الاستوديو كابتن فتحي عبده وهو مدير قطاع الناشئين والناشئات لتنس الطاولة بالنادي الأهلي. صباح الخير على حضرتك، سعداء بوجودك معانا. صباح الخير على حضرتك، وبنبقى دايما حريصين ان احنا نتكلم عن كل الرياضات اللي موجوده في النادي الاهلي وكمان الرياضات اللي فيها ابطال بيشرفونا كمان على كل الاصعده بصراحه. وكنت بتكلم مع حضرتك انا وكريم قبل الهوا وذكرنا كده مثل عن هنا جوده وهي كانت معانا في اول حلقه للبرنامج، ومثال جميل جدا ان هي مش بتلعب بس في سنها، هي بتلعب كمان سن وبتحقق بطولات كبيره جدا. فنبدا من هنا بالبطوله بقى الاخيره اللي احنا اخذناها تحت 15 سنه. احنا الحمد لله والشكر لله السنه دي في اسماعيليه في صاله قناه السويس بالاسماعيليه كان في بطوله الفرق للانديه، ودي طبعا بتعتبر من اهم البطولات لان بنمثل النادي الاهلي فرق زي الدوري كده. فالحمد لله احنا لعبنا 8 ايفنتات والثمان ايفنتات الحمد لله طلعنا الاول، وكنا المنافس بتاعنا طبعا نادي الزمالك ما شاء الله. طبعا حاجه جميله جدا، احنا السنه اللي فاتت كنا خسرانين ايفنت واحد اللي هو 12 18 سنه. السنه دي تعبنا جدا بقى، قلنا لازم ايه نكسب كل الايفنتات، ما ينفعش النادي الاهلي يخسر ايفنت، والحمد لله ربنا كرمنا. وكانت كان وكانت كان وعلى كل الرياضات المختلفه. وكان في حاجه غريبه جدا، يعني احنا السنه دي ولاد 12 سنه صغيرين في السن، والزمالك اشترى لعيبه والاسماعيلي اشترى لعيبه، ثلاث لعيبه مصنفين، وكنا السنه دي يعني ايه مش حاطين امل على 12، بس ايه قلنا لا يعني بعزيمه الولاد وبعزيمه النادي الاهلي، وقعدنا نبث الروح بتاعه النادي الاهلي والفانله الحمراء في الولاد، وقلنا لهم ما ينفعش ان احنا نخسر. فالحمد لله كسبنا 3-0، كانت فرحه بقى يعني أكيد. جميله قوي 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 ان احنا كسبنا الايفنت ده 3-0. في ايفنت كمان عندنا 15 سنه كنا خسرين 2-0، وبتوع الزمالك نزلوا باركوا للولاد وقال لهم الف مبروك على البطوله، خلاص احنا كسبنا. قلبنا الترابيزه طبعا، والثالث ياسين ياسر كسب بقى 2-1، ونزل مؤمن صلاح كسب بقينا 2 الكل، ووائل ياسين وائل فاز في النقطة الأخيرة، ويمكن أنا كنت عامل فيديو النقطة الأخيرة دي، كان بقى حاجة يعني قعدنا نبوس بعض ونحب بعض بطريقة لا تتخيل. حضرتك بتتكلم وكل تعبيرات وشك بتقول إن أنت حابب قوي الموضوع ده وان انت عايشه جدا وفي شغف ملحوظ في صوتك. وطبعا لو اضفنا للتفصيله دي تفصيله ان حضرتك مدير لقطاع الناشئين والناشئات بقالك 12 سنه، ففكره ان انت بتشوف اولادك بيكبروا قدامك سنه بعد سنه بيبقوا اكثر نضجا واكثر احترافيه وبيحصلوا على المزيد والمزيد من البطولات، فبتكون مشاعرك عامله ازاي في الحاله دي؟ انا بصراحه السنه دي يعني انا مبسوط جدا جدا جدا، لاني كنت امل السنه اللي فاتت وكنت بقول الامل الوحيد اللي انا ما اخسرش ولا ايفنت. والسنه دي المدربين تعبوا قوي، كانوا تعبوا جدا 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 لدرجه مثلا الباص كان طالع الساعه 4، مدرب بيدرب الولاد الساعه 2، كابتن هاني رضا، كابتن محمد اسماعيل اللي ماسك 15 سنه اللي كنا خسرانين 2-0 وكسب الايفنت، الراجل ده مثلا يوم الجمعه اجازتنا لا بيجي يشتغل عايز يكسب، عايزين نكسب. كلنا كنا حاطين
الهدف الوحيد ان احنا ما نخسرش ولا ايفنت. وربنا كرمنا الحمد لله وكسبنا. طبعا انا بشكر المدربين، المدربين تعبوا جدا جدا جدا. لو تشوف حضرتك استاذ كريم ان بيتلعب فاينل في نفس الوقت مثلا ناشئين وناشئات، فبنقسم بعضنا خمسه يقعدوا هنا وخمسه يقعدوا هنا، وما تعرفش مين اللي ماسك الايفنت ده ومين اللي ماسك الايفنت ده. فدي روح طبعا جميله جدا طبعا من ولاد النادي الاهلي، وطبعا كل المدربين بتوع النادي الاهلي من ولاد النادي الاهلي. انا نفسي من النادي الاهلي من 10 سنين وانا في النادي الاهلي، وما اشتغلتش في حته الا النادي الاهلي، وما اعرفش اشتغل الا في النادي الاهلي. جميل جدا. خليني بقى اروح مع حضرتك كمان ونفهم تفاصيل اكتر في اختيار هنا الفريق الاول، وايه العناصر البدنيه اللي بيتم التركيز عليها، وازاي اصلا الناشئ وهو صغير كده او حتى قبل ما يدخل لقطاع الناشئين، ازاي الطفل الصغير اهله بيعرفوا او المدرب ممكن ان هو يفهم ان ده ناخده لتنس الطاوله؟ يعني ايه ملامح اللي ممكن تاكد لي ان الطفل ده هينجح في الرياضه دي؟ والله احنا عندنا اكاديميه تنس الطاوله بناخد من سن صغير قوي، يعني من سن 5 سنين 6 سنين. طبعا في مدير قطاع اللي هي الاكاديميه الكابتن سيد روحين، كابتن مسعد روحين. كابتن مسعد ده بردك من اعمده النادي الاهلي، بصراحه هو كان مدربي وحاجه جميله جدا في الولاد الصغيره. طبعا بيعلمهم الاساسيات بتاعه تنس الطاوله، وبيفضل معاهم لحد ما يطلعوا لنا احنا بقى في قطاع الناشئين. قطاع الناشئين، وطبعا كابتن مسعد وكل الجهاز بتاع تنس الطاوله بنبث في روح الفانيله الحمراء ان النادي الاهلي بيحب المركز الاول، النادي الاهلي المركز الاول. فكل الولاد بتطلع لنا متشبعه بقى بالنقطه دي، انا عايز ابقى بطل. فطبعا احنا بناخده بقى من عند الكابتن مسعد من قطاع الاكاديميه لقطاع الناشئين، بنبدا احنا بقى نشتغل معاه وبنخليه بطل الحمد لله. على ذكر الابطال والبطولات، يمكن من الحاجات اللي دايما يعني ملحوظه قوي في رياضه تنس الطاوله ان في دول بعينها تحسهم متسيدين اللعبه دي، يعني الصين، دول اسيويه، يعني بنتفرج على المباريات بتاعتهم في بطولات مختلفه بتحس ان الكوره لازقه في المضارب، يعني بتحس ان في حاجه غلط، يعني في اشتغاله ما في الموضوع. والله بقى عندنا كدا. احنا كده يا استاذ، احنا فين بقى من الناس دي يا كابتن؟ طبعا احنا ابطال عرب وابطال افريقيا وابطال. هنا جوده بسم الله ما شاء الله بقت من ابطال العالم، مصنفه رقم واحد تحت 15 سنه. هايل، فدي حاجه جميله. عندنا عمر عصر بردك من ابناء النادي الاهلي، مصنف بردك عالميا. عندنا كابتن سيد لاشين بطل العرب وبطل افريقيا ومصنف بردك عالميا. عندنا الكابتن شومان، كابتن محمد شومان. عندنا الكابتن البيلي، عندنا عمر بدير. عندنا مجموعه كبيره جدا الحمد لله محترفه بره، واحنا بنتابعهم ومعانا في النادي الاهلي. في احتراف كمان في عالم تنس الطاوله. في يعني احنا عندنا ناس كتير جدا محترفه في المانيا، بس طبعا موضوع الكورونا ده قفل شويه. انما عندنا مواهب جميله ومواهب لا تقل عن العالميه. يعني انا عايز اروح مع حضرتك لنقطه، يعني انا بالنسبه لي عندي عليها علامه استفهام، وهقول بدايه يعني ما شاء الله من اول السنه دي وبعد فكره التوقف او الفتره الاولى في التوقف اللي هي كانت تقريبا 3 4 شهور على كل الرياضات على مستوى يعني مصر، خلينا نقول غير العالم، حصل توقف، والتوقف ده اثر على جميع النوادي والفرق الثانيه بشكل سلبي. احنا الحمد لله النادي الاهلي كل الرياضات اللي فيه، يعني عايز اقول بالعكس ده، يعني الدنيا كانت بالعكس ده، احنا تميزنا وحصلنا على بطولات في رياضات مختلفه يمكن كان بقالنا فتره ما حصلناش كمان عليها. السر في ده ايه؟ والله السر ان ولاد النادي الاهلي بيحبوا النادي الاهلي قوي يا استاذ. وبعد الموضوع ان احنا فعلا قعدنا 4 شهور ما فيش تمرين، ولكن كنا متواصلين مع الولاد بالفيديوهات ونقول لهم اعملوا كذا ولياقه كذا، وكنا مش سايبين الولاد. بعد ما نزلنا
بقينا نشتغل مثلا اللي كان بيشتغل ساعتين بقى يشتغل اربعه. في بقى روح بيشتغل... القتال هنا وروح قتاليه بقى اللي هو انا الكيان إحنا... ده مش هخليه يعني يخسر. لدرجه ان احنا والله انا بروح من الساعه 10 الصبح بروح الساعه 10 بالليل. المدربين كلهم فتره صباحيه فتره مسائيه. بقول لحضرتك قبل ما كنا بنسافر المدربين بينزلوا يدربوا الولاد قبل ما نسافر. الباص طالع الساعه 4، لا هم بيشتغلوا من الساعه 2 لحد الساعة 4 لحد ما نقول لهم يلا يا جماعة. والولاد كمان وأولياء الأمور، أنا بشكر أولياء الأمور جدا طبعاً جدا جدا طبعاً. إن هم متعاونين معانا بطريقة لا تتخيل. لو حد غاب أتصل عليه، أتصل على ولي الأمر، ابنك ما جاش لي، طب يا كابتن فتحي أنا هجيبه بكرة، معلش هو عنده ظروف عنده دروس، طب يعني بننظم لهم التدريب. لو واحد مشغول عنده دروس لا المدرب بيجي له فترة تانية، واخد بال حضرتك؟ صحيح. فكل ده طبعا مجهود يعني رهيب يعني متصل، مش مثلا شخص بعينه او مدرب لوحده، لا صحيح هي مجهودات هي متصله مع بعض في الاخر لمصلحه هذا اللاعب او الناشئ. كلام محترم جدا. طيب احنا هنستاذن حضرتك بس نطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا معاك. اتفضل. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه والحديث مستمر مع حضرتك يا كابتن، وكنا بنطمن كده عن هذا القطاع وازاي برضو احنا ممكن في الفتره اللي جايه يبقى في مزيد من البطولات. احنا عارفين ان احنا فزنا بالبطوله اللي تقريبا كانت الجمهوريه اخر حاجه اللي هي فوق ال 15 سنه، صح كده؟ بطوله الجمهوريه للفرق 12 و15 و18 و21، ودي كان بقالنا كام سنه بقى ما خدناهاش؟ لا احنا كل سنه بناخدها بس ايه بيقع مننا ايفنت ولا حاجه. السنه دي زي ما قلت لحضرتك ان قفلنا الثمانيه، ودي حاجة كان عمرها ما حصلت. الحمد لله قفلنا، مش مجرد فوزنا، ده احنا قفلنا الثمان ايفنتات. وبعد كده احنا لسه جايين من راس البر، كان في بطولة قطاعات بيتجنبوا اللي هم ال 32 المصنفين ويعملوا بطولة قطاعات دي جديدة السنة دي، ياخدوا 32 ويعملوا بطولة جمهورية. احنا لسه جايين من راس البر، خدنا الاربع ايفنتات اللي هم 12 ولاد وبنات و 15 ولاد وبنات. 15 طبعا بنات هنا جوده طلعت الاولى، 12 بنات ملك طارق طلعت الاولى من عندنا من الاهلي، والثالث والرابع من عندنا حبيبه ومديحه الملاح. عندنا كمان اللي هي بطولة 15 سنة خدها لاعب الموهوب بصراحة يعني وبرافو عليه، ياسين ياسر. والثالث والرابع من عندنا مؤمن صلاح و مؤمن صلاح وياسين وائل ثالث ورابع. ده يمكن هنا هنا دي صح اللي بتتمرن، شايف يا كريم الكوره لازقه في المضرب فعلا. في حاجه دي حاجه مش طبيعيه ما شاء الله. دي لا مستوى جميل ومشرف الحقيقه. طبعا حاجه جميله. انا عايز برضه اسال حضرتك يا كابتن، يعني الرياضه دي يعني دايما في رياضات معينه بتتطلب اشياء وامور معينه لازم تكون موجوده عند اللاعب او اللاعبه. ايه المهارات اللي لازم تكون متوفره ولو بحد ادنى عند اللاعب عشان يكون لاعب مميز في تنس الطاوله؟ هو لازم يكون عنده توافق عضلي عصبي طبعا. في بيبقى لاعب موهوب مثلا في الباكاند بالفورهاند عنده حاجه هي اللي بتكسبه يعني بتميزه. صحيح. طبعا دي احنا بقى بننميها له، زائد اللي احنا بنعمل الباكاند مثلا عنده موهوب في الباكاند احنا بننمي له الباكاند، وبنشتغل على الفورهاند وبنشتغل على السبين. كل لاعب عنده حاجه مميزه، واخد بال حضرتك؟ فاحنا طبعا كجهاز بننمي له الحاجه دي. جميل الحمد لله. طب وهل هل هل زي كره القدم كده عندكم فكره الكشافين، فكره البحث عن المواهب المدفونه اللي موجوده في قرى وكفور ونجوع ومش مشتركين في النوادي بشكل نظامي؟ والله انا اللي بقوم بالموضوع ده يا استاذ. الله، اجتهاد فردي كده. انا اجتهاد فردي مثلا يعني ملك ده من اسماعيليه، انا اللي رحت جبتها. حبيبه من دمنهور، انا اللي رحت جبتها. عندنا مجموعه كبيره قوي يعني. جبتهم بناء على ايه؟ عرفت عنهم اصلا منين؟ من البطولات، بشوف اللعيبه دي موهوبه وبتحب النادي الاهلي وكده. لا انا كنت بسال حضرتك على مرحله ما قبل البطولات، فكره الكشف عن المواهب،
اللي هم لا اشتركوا في بطولة قبل كده ولا اللي هو البراعم مثلا البراعم ولا مش مشتركين حتى في نوادي، ولكن واعدين جدا، وحضرتك أول ما عينك تقع عليهم تحس إن لا دول ممكن يبقوا نوالة أبطال مستقبليين. دول طبعا أي حد بنكتشفه إن هو موهوب بنجيبه النادي الأهلي، بس طبعا بنعلمه بقى الأساسيات الصح. يعني أنت عارف حضرتك إيه، ممكن أي واحد يلعب تنس طبعا، إنما اللي موهوب ده أو أنت شايف إن هو ممكن يبقى بطل، طبعا بنروح نجيبه ونجري وراه ونجيبه النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيساعدنا ما بيقولش اي حاجه. وفكره هنا الخطاب بقى، لغه الخطاب دايما برضو انا بكون حابه اسمعها بين الكابتن او المدير واللعيبه، الفوز الخساره، الاوقات مثلا العامل النفسي بيكون ليه تاثير كبير، اللغه اللي حضرتك بتتكلم معاهم فيها قبل اي ماتش او اي بطوله، حابين نعرف كواليس الموضوع ده. ما انا زي ما بقول لحضرتك كده، اللي هو الايفنت ال 12 سنه ده الولاد عندنا كانوا صغيرين، وكان الزمالك جايب اثنين، متعاقد مع اثنين من ابطال مصر، الاسماعيلي جايب ثلاثه السنه دي من ابطال مصر المصنفين، فالولاد دول ولاد الاهلي بقى عندنا طالعين لسه صغيرين، بس احنا كنا شايفين ان 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 ممكن، فقعدنا بقى طبعا نبث فيهم لا احنا عايزين نطلع الاول. يوسف احمد، عمر هاني، يوسف الجمال، الثلاثه لسه صغيرين ولكن دول ولاد الاهلي بقى، يعني ولاد الاهلي ان احنا عمالين نبث فيهم لا احنا ممكن نكسب وليه ما نكسبش، واحنا عايزين يا جماعه الايفنتات كلها. فنزلوا الحمد لله، بقول لحضرتك كانت فرحه رهيبه. يعني الحافز طيب يا كابتن فتحي اللي دايما بتكلمهم فيه مثلا، الحافز اللي دايما بتبقى عامل ستريس عليه، وزي برضو بعد البطوله بتكافئ اللعيبه، الحافز إن, ان ان انت بتلعب حبيب الاهلي. ايوه الاهلي البطل، الاهلي طول عمره ما بيبصش الا للبطل، فدي طبعا حافز جميل جدا. وبعد البطوله طبعا احنا بنكافئهم، بنعمل لهم حفله كبيره، ومجلس الإدارة أنا بشكر طبعا مجلس الإدارة على اهتمامه باللعبة بتاعتنا، وبهدي طبعا الفوز ده للكابتن محمود الخطيب والأعضاء مجلس الإدارة والكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، أنا بشكره طبعا لأن واقف في ظهرنا، وأي حاجة بنطلبها هو ما بيقولش حاجة، ما بيقولش لا. واحنا بدورنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده، نورتنا واسعدتنا، وحقيقه عاملين شغل ممتاز ونجاحات مدويه، وان شاء الله المزيد من الانتصارات الفتره الجايه باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن، شكرا كابتن. شكرا ليك كابتن فتحي. وربما زي ما بنقول كده 2020 كانت سنه يعني على العالم كله فيها مشاكل، لكن وشها كان حلو على الرياضات المختلفه في النادي الاهلي، ويمكن الارقام هي اللي بتثبت ده على كل المستويات وكمان بما فيهم كره القدم. يا رب 2021 كمان تبقى سنه خير على النادي الاهلي وعلينا جميعا. فاصل وهنرجع مع حضراتكم انا وكريم، واخر بقى فقره معانا في حلقه النهارده. جاهزة دائما لاستضافة كافة البطولات القارية والعالمية، وهذا ما رأيناه في أمم إفريقيا 2019 للكبار وتحت 23 سنة، إلى جانب العديد من البطولات في الألعاب الأخرى، بالإضافة إلى احتضان بطولة العالم لليد في يناير المقبل. وها نحن نستعد للبطولة الإفريقية للدرجات وبطولة العالم التي ستقام في أبريل 2021، لنرسل للعالم رسالة مفادها أن مصر على قدر الدنيا بالعمل على أرض الواقع، وفي ظل جائحة كورونا نستطيع العمل بكل جدية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى. واستعد اتحاد الدراجات للبطولة فور عودة النشاط الرياضي بعدة قرارات، أولها خضوع لاعبي المنتخب وكذلك الأجهزة الفنية والطبية للكشف الطبي للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، كما تم الاستقرار على إرسال تعميم إلى الأندية لإجراء التحاليل الطبية للاعبين والمدربين، كما قرر الاتحاد توفير أجهزة قياس حرارة عن بعد لاستخدامها لقياس الحرارة تنفيذاً للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة. وطبقت اللجنة المختصة إجراءات عودة النشاط بوضع خطة فنية وطبية مشروطة بتنفيذ كافة الإجراءات الواردة للاتحاد وعرضها على اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، بالإضافة إلى الاحتياجات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا. كل هذا وأكثر سيتم تعميمه أيضاً على المشاركين في البطولات الإفريقية والدولية
وفقاً لبروتوكول طبي عالمي، ولم يقتصر الاستعداد للبطولات بالإجراءات الطبية فقط، بل هناك تجهيزات خاصة بمضمار الدراجات باستاد القاهرة ليصبح على أعلى مستوى من التقنيات بعد تطويره. مرحبا بحضراتكم في آخر فقرة، ومعنا دكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي ونائب أيضا رئيس الاتحاد الدولي للدراجات. يا صباح الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك يا فندم. منور الدنيا يا فندم، سعداء بوجود حضرتك معنا، وطبعا عندنا يعني نقط كتير هنتكلم مع حضرتك بخصوصها، بس أستأذنك نبتدي ب يعني نما إلى علمنا أن مؤخرا كان في مذكرة تفاهم أو بروتوكول تعاون تم توقيعه مع المملكة العربية السعودية، فعايزين نعرف من حضرتك بنوده ومدى أهمية هذا البروتوكول. بس في البداية أحب أشكر قناة الأهلي وأشكركم يعني بحقيقة على أن أنتوا يعني اهتميتوا برياضة الدرجات، على الرغم من أن رياضة مش موجودة لسه في النادي الأهلي، وإحنا لازم يعني، وده يمكن سبب رئيسي حببني في أن أنا لازم أجي، أن إحنا يعني النادي الأهلي أكبر نادي في مصر، أحسن نادي في مصر بالنسبة لي، لازم يكون إن شاء الله جوا لعبة الدرجات. أنا هبدأ يعني معكم إن إحنا يعني نتوجه يعني للكابتن الخطيب إن إحنا عايزين رياضة الدرجات تدخل النادي الأهلي، وإن شاء الله لأن رياضة الدرجات هتسعد جمهور النادي الأهلي. رياضة الدرجات مش لعبة واحدة بس، مش في الطريق، إحنا عايزين نعمل النهاردة عندك أكتر من استاد للأهلي في مصر، ممكن نبني مضامير، والمضامير مش مكلفة جدا، لكن هذه رياضة حلوة لنفس الناس اللي موجودين اللي هم أعضاء النادي، سواء على مستوى الشباب الصغير من 5 سنين لغاية 70 سنة. تمام. فأنا يعني أحب أن أنتوا تعضدوني في هذا الطلب. أكيد أكيد إن شاء الله يعني حاجة، وأي حاجة نقدر نساعد كمان من خلالها أكيد مش هنتأخر، أكيد يعني تكونوا معنا في كل حاجة. شباب لا انا كنت هروح بقى مع حضرتك للبروتوكول اللي تم توقيعه مع الاتحاد السعودي، يعني عايزين نعرف بقى كل التفاصيل. اتفضل يا دكتور. يعني ده كده انا هبصم لقناه النادي الاهلي، ما فيش حد يعرف البروتوكول ده. احنا كل حاجه موجوده، شفت بقى يا دكتور، زورنا تجد ما يسرك. انا فعلا يعني ما طلعتوش حتى من مكتبي لاسباب، هو جه يعني احنا كنا متفقين مع يعني مع الاتحاد العربي، رئيسه الشيخ فيصل القاسمي من الامارات، وانا نائب الاول رئيس الاتحاد العربي، لكن احنا بنتعاون كلنا مع بعض. السعوديه من الدول القديمه في الاتحاد العربي اللي هي بيها علاقات قديمه جدا، فكنت هناك تقريبا الاسبوع اللي فات وعملنا بروتوكول مع رئيس الاتحاد السعودي اسمه صباح، من الناس كويسه، الشباب الصاعد. الدولة هناك بتعضد قوي، الدراجة ابتدت تنتشر قوي في الوطن العربي وخاصة برضو في السعودية. بروتوكول محتوى ان احنا نكون متبادلين في كل الخبرات، خبرة السعودية، خبرة المصرية، يبقى في تبادل، تبادل المدربين، تبادل المؤتمرات، يعني عندنا مؤتمر وعندنا بطولة السعودية تبادر في حضورها. كمان كان اهم حاجة كنت بتكلم فيها وهنا في يعني عندكم في المقدمة برضو كلمة فيها لبطولة العالم، لازم احنا نشتغل من دلوقتي لبطولة العالم علشان عدد الدول زاد، دولنا العربية يزيد العدد يعني. وفي مباركة من هناك للأمير عبد العزيز ومن الاتحاد السعودي ان هم يشاركوا معنا، ويمكن كمان هيجوا قبلها بفترة يقضوا معنا هنا شهر في مصر، ممكن يتدربوا على المضمار ده. جميل. ايضا على المستوى الدولي، تعرف طبعا المستوى الدولي بقى في العالم كله في نوع من يعني التجمعات، انا مش عايز اسميه تكتلات، تجمعات، فلازم الاتحاد العربي او المجموعه العربيه تكون ان وان واي. يعني انا كنائب اول رئيس الاتحاد الدولي طبعا لازم يبقى نهتم بالجيل الصاعد من مصر والجيل الصاعد من الدول العربيه، ان احنا نديهم فرصه، يبقى في فرصه ليهم في الاتحاد الدولي سواء على مستوى العالي كمجلس اداره او سواء على مستوى اللجان اللي موجوده في الاتحاد الدولي. تمام. رائع جدا. انا عايزه اروح بقى انا وكريم مع حضرتك لبطوله افريقيا وعدد هنا او المشاركين، ونعرف التفاصيل اكتر واستعداداتنا طبعا. يعني يمكن لسه انا كنت عامل اجتماع اول امبارح لمجلس اداره الاتحاد الدولي فيس باي فيس، يعني جم حضروا يعني هايل.
مش اونلاين يعني، لان هو الاونلاين طبعا بيسعف الظروف. اه طبعا، لكن الحوار اللي بيبقى في مواجهه بيبقى جميل، وبيطلع افكار اكتر، ويبقى في فرصه للحوار اكتر، تعبري عن ارائك في. فعملت كده واتفقنا على، خدنا قرار في الاتحاد الافريقي ان شاء الله احنا واخدينه مسبقا، بس تو كونفيرم يعني ناكد ان مصر هي سوف تقوم بتنظيم بطولتين افريقيتين، بطوله اولى بطوله الطريق. بطوله الطريق احنا عندنا 11 فرع او 11 لعبه في الدرجات، منهم الطريق والمضمار. المضمار زي ما تفضلت انت او تفضل المقدمه يعني بتقول ان فعلا المضمار بتاعنا من احسن المضامير العالم، ده فعلا من احسن مضمار في الشرق الاوسط، هو يخدم على افريقيا كلها ان شاء الله، فيش الا احنا ونيجيريا، بس المضمار بتاعنا احدث واقرب للايه، لكل القواعد الدوليه مواصفات العالم. وهننظم فيه ان شاء الله بطوله العالم نتكلم فيها لو انت عايز. انما بالنسبه للبطوله الافريقيه ان شاء الله هتكون عندنا بطوله الطريق. بطوله الطريق دي يشترك فيها الكبار رجال واناث، يشترك فيها الناشئين رجال واناث، دي بطوله افريقيا ودي مؤهله لبطوله العالم. عشان كده احنا حبينا نتعمل في مصر. عدد الدول اللي ممكن يشاركوا معانا في ظروف زي ما انت قلت، في ظروف كورونا والجائحه اللي موجوده، ان شاء الله مش هيقل عن 15 دوله تكون موجوده، 15 دوله افريقيه. اللي احنا ان شاء الله نعملها في القاهره يعني بين 6 اكتوبر وبين الـ يعني اختار طريق، لان لها مواصفات فنيه. احنا حطينا مكانين، العاصمه الجديده اللي ما فيها من يعني، احنا بنقول لهم ان احنا يعني نعمل حاجه حلوه انت عالميه، ها. والمنطقه الثانيه اللي قلنا نختار مدينه تعمل 6 اكتوبر برضو ايه، في طرق بس بيتوقف على، احنا الاسبوع الجاي هيجي لنا في 5 يناير كده هيجي التكنيكال ديليجيت اللي هو المسؤول الفني بتاع الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي، يشوف معاينه ويختار واحد. هو طبعا يعني بند بطوله العالم اكيد برضو من البنود اللي اكيد حابين نتكلم مع حضرتك بخصوصها، بس حضرتك اثرت فضولي انا الشخصي في اجابتك على السؤال بتاع نهاوند. حضرتك قلت لنا ان في 11 فرع مختلف في رياضه الدراجات. الدراجه ايوه، يعني الموضوع مش بالبساطه اللي واحد زي حضرتك ممكن يبقى متخيلها، فكره ان هي دراجه محترفه او احترافيه ويقودها دراج محترف، لا ده الموضوع فيه فئات مختلفة. بالزبط. طب غير الطريق حضرتك قلت فيه كمان؟ عندنا الطريق ودي طبعا أكتر حاجة مشهورة في العالم. الطريق ده اللي هو مجرد طريق في الطرق على الطريق، طريق يعني العادي، سباق على الطريق. تمام. له مواصفات طبعا ساعات بالذات البطولات العالمية لازم يكون في كيرفات، في مطالع، في كده يعني بنختاره فنيا، لكن في الطريق اللي هو الأكثر انتشارا ده بتاعي. أكثر انتشارا في أوروبا بالذات. تلا بعديه على طول يبتدي التراك اللي هو المضمار ده اللي احنا عاملينه دوت. تمام. في استاد القاهره. بعد كده الماونتن بايك الدراجه الجبليه، ومصر نظمت الدراجه بطوله افريقيا الدراجه الجبليه في 2017. يعني مش كانت من بعيد يعني قريب لسه بالظبط. وبعدين كمان البي ام اكس، دي اللي انا عايز النادي الاهلي يبتدي يعني نشوف في الاستادات مثلا جايز يكون في اريا في مدينه ناصر، اريا في اكتوبر في اي مكان، عايزين مضمار مساحته 60 زي ملعب الكوره. ملعب الكوره دي ميزه البي ام اكس دوت، لو انت يمكن تشوفه بيبقى عباره عن همبس كده طالعه نازله. تمام. بيلعبها من سن 5 سنين لغايه 70 سنه. دي مفتوحه وتبقى جوه النادي اولياء الامور هيشوفوا، غير الطريق. الطريق بيبقى برضو ايه بعيد شويه، وفي مصر عندنا مور دينجرس يعني برضو انت ما بتقدرش تدي تحطي ولادك ولا تحطي في الطريق. يبقى قلنا الطريق وقلنا المضمار والبي ام اكس والماونتن بايك اللي هي الدراجه الجبليه. وفي مصر طبعا يعني الحمد لله ابتديت، قلنا احنا بس بنلعب 100 سنه بنلعب او بس الطريق. خلال الاربع سنين اللي فاتوا احنا بنلعب خمسه. اوكي. الطريق، المضمار، البي ام اكس، الماونتن بايك، ومصر نظمت البطوله الافريقيه في الاربعه دول. جميل. والبطوله العربيه في ثلاثه منهم. ان شاء الله عندنا بعد كده الباراسايكلينج اللي هو المعاقين. تمام. لان هو ده مهم جدا جدا. طبعا. احنا عاملين في البطوله الافريقيه ان شاء الله جامعين بين انها تبقى بطوله عاديه وبطوله برضو هندخل معاهم المعاقين. تمام. عندنا الاندور سايكلينج، الاندور سايكلينج اللي هي الدراجه في الـ في الـ في الـ في الجيم او في مكان مغلق في المكان. يعني. عندنا السايكل كروس.
سايكل كروز احنا يمكن طبيعه بلدنا مش فيها، لكن في اوروبا في بيتعمل في بلجيكا هولندا المانيا، دول اكتر دول بيعملوا السايكل كروز. اجواء واعره شويه بتاعتها بالظبط، واعره وطينه وبتاع، بيطلع اللاعب مش عربي خالص. اوكي عندنا زي ما قلت لك 11 لعبه جميل. ممكن بس دول المين برانشز او المين الافرع الرئيسيه، الافرع الرئيسيه اللي احنا ممكن نحاول نعملهم في مصر ان شاء الله وعملناهم. كويس، نروح بقى للنقطه بتاعت بطوله العالم، هي المفروض تبقى في ابريل المقبل، وبرده الاجراءات اللي احنا هنتخذها الاحترازيه وغيره ان دي برده مهم. بص شوف، احنا بطوله العالم كان المفروض ان هي تبقى 2020 في اغسطس، نتيجه للظروف يعني اتفقنا مع الاتحاد الدولي ومؤسسه الوزير برده اشرف صبحي ان احنا مش هينفع تتعمل في الوقت ده. هي انا هسميها الظروف الكئيبه. ان شاء الله ربنا يزيحها ان شاء الله وتجيلنا ظروف اجمل واحلى ان شاء الله. فاتنقلت يعني الاعلام مع الاتحاد الدولي انها تبقى في 2021. 2021 على فكره احنا خدنا اول مره مصر تنظم بطوله العالم، اول في بالنسبه للدرجات، اول مره افريقيا تنظم بطوله العالم. لان انا كنت كرئيس اتحاد افريقيا مهتم جدا بان افريقيا تبتدي تاخد بطولات العالم، 100 سنه ازاي افريقيا ما تاخدش، فاخدنا. خدنا مصر 20 ان شاء الله 21، خدنا يعني بطوله العالم للطريق، ودي حاجه بتعتبر يعني اعجاز، خدناها في 20 ان شاء الله 25. ان شاء الله. دولتين المتنافستين المغرب ورواندا. دول اللي هم، فده كويس ان افريقيا تبتدي تنظم بطوله العالم. بالنسبه لبطوله العالم عندنا احنا ان شاء الله المضمار زي ما نفسي تزوروه ان شاء الله، اتشرف ان انتم تشرفونا، يعني انجاز فوق العاده بالنسبه لمصر، سواء على المستوى الفني، سواء على مستوى الانفاق، سواء على مستوى يعني ان شاء الله يكون من حاجه من احدث المضمارات اللي موجوده. وانا عامل فيه ان شاء الله هيتعمل فيه سنتر لكل افريقيا، عارف طبعا الرئيس عندنا مهتم بافريقيا، ان شاء الله بنتمنى ان يجي يفتتح هذا المضمار. فالبطوله العالم ان شاء الله في ظروف يعني في ظروف اللي احنا فيها، احنا كنا عاملين يعني الهدف بتاعنا يبقى اتليست 50 دوله تكون موجوده، لان دي بطوله العالم للمضمار للناشئين، دايما عددهم اقل من اعداد الطريق. لكن الايم اللي احنا حاطينه دلوقتي في الظروف ان شاء الله نوصل للهدف دوت ان شاء الله باذن الله. بس انا بحب دايما اكون ايه شويه حاطط احتمالات او اكون واقعي، فاحنا حاطين من بين 30-35 دوله ان شاء الله هنوصل لخمسه. ربنا يستر الحال. طيب انا عايز حضرتك يعني حضرتك سؤال يعني ممكن يبقى سؤال ساذج حبتين فسامحني فيه، هو اي حد بيعرف يركب عجل ممكن يكون دراج محترف؟ احنا بنتكلم على الدراجات عموما دي موجوده يعني في طفوله كل واحد، يعني اي بيت في الدنيا فيه اطفال بطبيعه الحال في مراحل عمريه مختلفه بيركبوا عجل وبيتشاقوا وبيطلعوا هرصات وبيعملوا كل اللي حضرتك بالك فيه، هل ده لوحده كفيل او كافي ان هذا الطفل او هذه الطفله ممكن يكونوا دراجين محترفين في المستقبل؟ شوف كل لعبه لها مواصفات، مفيش لعبه ما لهاش مواصفات، سواء للاعب سواء لل، احنا عندنا اللاعب والاداء والمدرب، دول اهم حاجه، اللاعب والادوات والمدرب. اللاعب يكون عنده المواصفات طبعا، انت عارف ان كل الاطفال اول ما اول ابنك ما يجي ويبتدي يقول لك عايز عجله طبعا، فدي يعني حاجه صح. كل العالم فكره يعني بنسميها، احنا حتى بقول لهم دي لعبه البشر صحيح. يعني كل الناس بتحب تلعب، وما فيش بني ادم ما فيهوش يعني اصابات من العجل وهو طفل، كلنا سواء محترف سواء هاوي. بالنسبه لينا عندنا طبعا في زي ما قلت لك انا مثلا البي ام اكس بيبدا من 5 سنين 6 سنين، فممكن نبدا بالطفل ده. لو احنا عملنا بقى المضمار اللي احنا بنقول عليه في النادي الاهلي والحاجات زي كده، نبتدي نطلع البراعم اللي هم يقدروا يفيدونا في المستقبل يكونوا يلعبوا ويبقوا ابطال. مفيش مشكله ان هو نتكلم على الاطفال، نتكلم على السن الصغير طبعا، اكيد بنعمل مثلا لو احنا في نادي او في الاتحاد في 100 طفل في 100 لاعب صغير، اكيد بيطلع منهم على الاقل 5-6 ممكن يكونوا دوليين، فده طبيعي ان يكون اللي بيلعب عادي ممكن المدرب والفنيين يقدروا يكتشفوا فيه ان هو ده ان شاء الله يكون بطل، وعندنا نماذج كويسه في هذا الموضوع. جميل. طيب جميل جدا. انا بقى هروح مع حضرتك كده لقصه اللاعب نفسه او الدراج نفسه، وازاي انا ممكن برضو ده تكملا لسؤال كريم، ازاي انا اقدر اكتشف موهبه سواء انا شخصي او
شخص مدرب أو خبير يكتشف أن هذا الشخص ممكن يكون دراج عالمي أو دراج محترف في المستقبل؟ أفرقها إزاي؟ يعني هو الموضوع طبعاً فني أكتر، لكن أكيد أنت عارفة اللعبة بتاعتنا بتعتمد على ثلاث حاجات رئيسية في الجسم اللاعب، يعني الماسلز العضلات بتاعت الرجل طبعاً، وعضلات الإيد لأنها بتبقى، والظهر. دول الثلاث حاجات الجزء، يعني دول الثلاث حاجات الرئيسيين في النسبة لي. زي ما احنا بنعمل نكتشف ناس كتير جدا، يمكن في ناس النهاردة ناس كانوا طلعوا أبطال وأبطال مصر، يعني زي البنان أنا شفته في فين قابلته، كنت ماشي في صلاح سالم ناحية صلاح سالم كده، هو لقيت شاب عمال يلعب، قلت له خد تعال تعال ارك فركن، قلت له ايه تعال انت بتعمل ايه، قال لي بلعب، قلت له ايه طب تعالى بقى تعالى لي فين في الاتحاد كذا كذا انا فلان تعالى لي كذا، وجي فعلا اصبح من ضمن من احسن لعيبه مصر بنان ده في المنتخب القومي. فهي دي اللي تقال عليها صدفه سعيده فعلا جميله طبعا، لان احنا ان شاء الله في العصر دلوقتي ابتدت تنتشر اللعبه حتى على مستوى السن الكبير اللي بتتكلم عليه، واحنا بنعمل دلوقتي بطولات للكبار، حتى الكبار اللي هم سنهم 40 و50 و50، بنعمل حاجه اسمها الماسترز الرواد او الاساتذه على مستوى حتى على مستوى العالم، لهم بطوله عالم ان شاء الله بنعمل لهم. يا رب انت لا انت صغيره انت انا الرواد انا مع حضرتك بقى في الفئه في انا في الفئه دي ده مكاني انت في جينيورز طب فندم يعني قبل ما نشكر حضرتك انا بس عندي برضه سؤال اخير لو تسمح لي. يعني حضرتك عندك ما شاء الله مجموعه من المناصب الرفيعه في الاتحاد المصري للدرجات، الاتحاد العربي، الاتحاد الافريقي، ونائب الاتحاد العالمي للدرجات، حضرتك تمارس الرياضه دي انت شخصيا؟ شوف اقول لك انا عشت بعرف، بدات اكتب بمارسها طبعا لغايه سن معين، انما بعد كده يعني انا كطبيب وطبعا كده الانسان كل الطب ومنشغل يعني بيبقى فيه نوع من الشغل. لكن انا في 91 كنت رئيس اتحاد، اصغر رئيس اتحاد، لكن دخلت في يعني اي ام انترستنج قوي ان انا اكون مهتم ان انا اكون جوه اللعبه، ف كنت حكم دولي، كان الاول حكم دولي بفضل الله في افريقيا وفي الدول العربيه وفي مصر، فدي كانت هي اللي شجعتني ابتدي امشي في السلك بقى الدولي والعالمي. عموما احنا بنتمنى لحضرتك كل التوفيق وان شاء الله يعني نجاحات مدويه الفتره الجايه، وكل اللي حضرتك بتتطلع اليه يتحقق باذن الله قريبا. متشكر ليكم ومتشكر لقناه الاهلي، وتاني برضو زي ما بدات هعيد فضل الطلب ان شاء الله، وانتم بقى دايما باذن الله رساله توصل طبعا ان شاء الله للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي اني يكون تكون رياض درجات ان شاء الله جوه ان شاء الله باذن الله. وبما ان احنا بقى بنتمنى ده، هل سؤال اخير سريعا جدا، اي حد في اي سن ممكن ان هو يمارس هذه الرياضه طبعا. مش شرط يكون بقى من البدايه وبيتمرن عدد ساعات معينه، ممكن يبدا من اي سن بس بعد كده يلتزم، صح كده؟ اكيد رائع أكيد. جدا الله يخليك، شكرا يا دكتور، سعداء بيكم، ربنا يخليك، حضرتك اللي نورتنا وشرفتنا، والشكر موصول اكيد لكل حضراتكم على حسن المتابعه. كابتن نهوان، كابتن كريم، انا سعيده جدا ويعني كانت حلقه حلوه فعلا. اشوفكم على خير بكره باذن الرحمن، حلقه جديده، سلام عليكم.